يبقى سؤالنا المطروح النهاردة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أمهات المؤمنين بعصمة، باجتهاد أم بعصمة؟ اختيار أم إجبار؟ اختيار أم إجبار؟ أنا عندي أحب التليفون يكون صامت كده وما فيش حد شيء يتصل عشان يبانوا قدام الناس إنهم خايفين يتصلوا، علماءهم خايفين يجاوبوا على السؤال، اليوتيوبر بتوعهم خايفين يدخلوا معانا يجاوبوا، وإحنا بفضل الله عز وجل عندنا استعداد ندخل على أي حد منهم نتصل به. أتحدى معمم الشيعة، علماء الشيعة، مراجع الشيعة، يوتيوبر الشيعة، محاور الشيعة إنهم يجاوبوا على السؤال ده حتى على قنواتهم لأتبعهم، حتى على قنواتهم لأتبعهم. نتحدى إجابة أيا بقى كانت الإجابة، إجابة بقى من هونولولو، إجابة من كوالالمبور، إجابة بقى من القطب الشمالي، القطب الجنوبي، أي إجابة بس يجاوب. هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأمهات المؤمنين عن عصمة أو اجتهاد؟ اختيار أم إجبار؟